أخبار اليوم. شهر رمضان في فلسطين. لا يختلف رمضان كثيرا في فلسطين، فرغم الاحتلال الإسرائيلي فإن شهر رمضان له عاداته من إفطار وسحور وحلويات وصلاة التراويح للرجال والنساء في المساجد والساحات العامة وقيام الليل وقراءة القرآن وزيارة الأهل. ومن أهم الأطعمة الفلسطينية المقلوبة، وهي مكونة من الأرز ومقل الباذنجان أو البطاطس وكذلك البصل المقلي والثوم. تضع اللحمة بعد النضج أسفل الوعاء، ثم يوضع الثوم المقلي، ثم يوضع الأرز وتوضع بعد ذلك التوابل، ويسكب المرق وتوضع على نار هادئة حتى النضج، ثم تضع معلقة من سمن على الأرز، وبعد ذلك تقلب في صينية وتقدم كما هي مع اللبن أو سلطة الخضار.